أنت بوعيك حكيت عن الشهادة كشيء جميل، أنت بتعتقد أنه شيء جميل؟ الشهادة كتير شيء جميل جدا جدا، كل الناس بتتمنى الشهادة. أيوه، لأنه يعني إيش في أحلى من إنك تروحي على الجنة. طب مين أفضل، السلام مع وجود حقوق كاملة للشعب الفلسطيني ولا الشهادة؟ الشهادة. أيوه، أنا أخذ حقي بعدين أستشهد، لأنه بدنا نعيش إحنا طفولتنا حياتنا. ماشي، يسرى أنت راضية بالكلام هذا؟ طبعا الشهادة أحلى، لأنه إحنا هلا بدناش الدنيا، بدنا الآخرة. أيوه، مش الدنيا اللي حتفيدنا، الآخرة. عشان هيك طبعا يعني إنه كل الشباب الفلسطينيين يعني مش زي أي شباب تانيين، دمهم حامي طبعا أكيد بفضل الشهادة لأنهم فلسطينيين. خلينا أسألك سؤال بصراحة، هل أنتم بطبعكم بتحبوا الموت؟ في فرق بين الموت والشهادة. لا الآن أنا بحكي عن الغياب بمعنى الموت، الغياب الجسدي، هل أنتم فعلا بتحبوا الموت؟ ما فيش أطفال بتحب الموت، لكن أطفال فلسطين أخذوا فكرة إنه هذه شهادة، إنه عندهم مثلا إنه الموت شهادة، وهذا إشي كتير كويس. إنه مثلا كل طفل فلسطيني ولد مثلا قول له عمره 12 سنة يا رب استشهد. في معنا إحنا اتصال هاتفي، صابرين من رام الله. يعني صح إحنا بنحزن من الشباب لما يموتوا، بنحزن من الأطفال لما يصير هيك، بس لازم بنفس الوقت نفرح لأنه الشهداء مصيرهم الجنة. آيات الأخرس لما فجرت يعني كان عمرها 17 سنة، و17 سنة البنت بتكون واعية. صابرين، أنت مع أو ضد؟ أنا مع التفجير طبعا لأنه هذا حقنا. صابرين، الآن هل الوضع الطبيعي إنه آيات الأخرس تفجر نفسها؟ طبعا وضع طبيعي.